معاناة دامت لسنوات استفاد سكان حي 20 أوت ببلدية ديرة من التهيئة الحضرية، المشروع الذي سيحسن من نمط حياة الساكنة. عانينا والله، عانينا مدة 40 سنة وحنا نعانيو، واليوم الحمد لله يعني المطلب تاعنا اللي كنا متمنينه الدولة تاعنا وفرت لنا، وراك تشوف الأشغال الحمد لله راهي ماشية وماشية تاني في الجيد. عانينا مع الطريق واليوم الحمد لله، اليوم راهم يخدموا ولا غير الحمد لله، رانا فارحين فارحين فارحين. هذا وين شفنا النور فيما يخص يعني الطريق وتزفيت الأحياء، نعمة هذا وين الحمد لله. هذا المشروع خصصت له التكاليف اللازمة لإنجازه في مدة لا تتجاوز 2 شهر. تم رصد مبلغ 52 مليون دينار جزائري لإتمام تهيئة حي 20 أوت بديرة. عملية التهيئة شملت تشمل تهيئة طرقات الحي وتزفيتها، تهيئة الأرصفة، تصريف مياه الأمطار إلى آخره من لواحق التهيئة. واليوم الحمد لله رانا نشهد في الانطلاق تاع التهيئة تاع الحي اللي راح يرفع الغوب ويحسن من المنظر الحضاري والجمالي للحي إن شاء الله. العملية هذه مست أحياء أخرى على غرار حي عطية بسور الغزلان، مشاريع من شأنها تحسين الواجهة العمرانية للولاية وتنويع فضاءات الراحة للمواطن.